هيك تحل هي الكور بابيون هذيك تحل وتحكي لها الكهرباء وتمشي، يسموها كور بابيون. اللي ما يعرفهاش الناس يسمع بكلمة كور بابيون ما يعرفهاش، هي كور بابيون هي تخدم مكان الكربات، هذه كور بابيون. هذه عندنا هنا هذه بومبويل، نسمع بالبومبويل مثلا ما يعرفش بومبويل شنو هي. هذه بومبويل هي اللي تجبد الزيت من الكارتير وتعطيه فوق المحرك باش يزيت، هذه يسموها بومبويل. فيها تلقاها دور من هنا، وفي كل بومبويل شنو هي نوع، هذه بومبويل. فما اللي ما يعرفش بومبويل شنو هي، هذه ليجير. فما اللي ما يعرفش شنو ليجير، هذه جير هو كونه بياس الكتريك تركب في الكولكتر نتاع لادريسيون وتعاون التيربو وتعاون المحرك في المشي، يسموه ايجير. يسمعوا بالايجير ما يعرفوش ايجير شنو. يسمع بالتريم تاع الفران، هذا التريم تاع الفران اللي يركب في العجله باش يشد الفران ويركب فيه الباتان.